تمام، السلام عليكم. بسم الله، اليوم عندنا محاضرة ثالثة لل Physical Pharmacy، وهي راح تكون المحاضرة الأخيرة. اللي اليوم هو موضوعنا هو مايكروميتريكس. المايكروميتريكس هو في العلم يتناول ال Particle Size or Small Particle Size، حجم الجزيئات الصغيرة. فنعرف من خلالها شنو هي ال Particle Size، و how we can determine، شلون نحددها وشلون نعرف الحجم مالها وشنو فائدتها. زين، فنبدي بالمايكروماتريكس. المايكروماتريكس از ا ساينس اند تكنولوجي اوف ذا سمول بارتيكل، فهي هو علم يتناول البارتيكل الصغيره. سو ذا نولج اوف اند كنترول ذا سايز اند ذا سايز رينج اوف بارتيكلز ار سيجنيفيكانت امبورتنت ان فارماسي، because the size and the surface area of the particle relate to physical, chemical, pharmacological property of the drug. يقول لك هنا معرفة السايز والسايز رينج اوف بارتيكل في الشيء كلش ضروري وكلش اساسي، على مود نعرف انه من خلاله انه نعرف اذا عارف السايز مال بارتيكل، ممكن نعرف اذا السيرفس اريا كبيره او صغيره، وبالتالي يمكن ياثر لنا على الخصائص الفيزيائيه مالها والكيميائيه، السوليوشن ريت يعني شلون تتفتت، والسوليوبيليتي شلون تذاب، وبالتالي البايو افيلابيليتي او فتره وصول الدواء للجسم. فهي البارتكل سايز الى فد ريليشن شيب مع الاريا او السيرفس اريا، as increase in the surface area او small particle size can produce large or high surface area. فكل ما تكون البارتكل صغيره surface area تزداد، كل ما تزداد surface area معناته انه المساحه السطحيه المتعرضه للخالات انه الذوبانيه او الديسوليوشن زين او السوليبيليتي تزداد، وبالتالي يزيد عمليه الديسوليوشن ريت، وبالتالي الدواء كله راح يذاب ويصير بيه ابزوربشن، وبالتالي يزداد من كونستريشن اوف دراج الموجود بالابلاد. اوكي، فهي اساسي في الشيء اساسي. يعني انت مثلا وين تنطي بارتكل كنت كبيره، وين تنطي وحده بارتكل صغيره؟ هسه على العلم الجديد والتطور الجديد انه اذا دراج عنده سوليبيليتي قليله، سوليبيليتي قليله شلون نزيدها بطريقه انه ريدوس ذا بارتيكل سايز، قلل السايز اوف بارتيكل وبالتالي انكريز ذا سيرفيس اريا. من قللنا السايز اوف بارتيكل زيدت المساحه السطحيه، وبالتالي زاد وياها شنو الديسوليوشن ريت، وبالتالي تزداد الذوبانيه مالته. فالعلم الجديد هو حاليا يعني متجه لهذا الشيء بالنانو بارتيكل، خاصه بالحجم النانو سايز، يعني المايكرو والنانو بعد يعني بعد اصغر من عنده يكون. فالعلم حاليا متوجه بالنانو سايز ريدوس اوف بارتيكل سايز. مثل ما قلنا البارتيكل ايضا ياثرنا على ليز اوف ذا دراج فروم ذا دوز فورم. احنا اذا كان الدوز فورم هي بارنترال او ريكتر او توبيكال، كل ما يكون ريدوس بارتيكل سايز يكون قليله، يكون الريليز اعلى. زين، وبالتالي السوليوشن اعلى والابزوربشن يكون اعلى. فارتباطها السايز اوف بارتيكل وذا سمول بارتيكل سايز كان انكريز the release of a drug from those form ايضا increase the surface area. Area can be increased. وبالتالي dissolution rate تزداد والسوربيتي تزداد والابزوربشن مع الدرج تكون اعلى. نعم. نقدر نقول كل ما يقل البارتكل سايز يقل السيرفس تنشن، كل ما يزداد البارتكل سايز يقل السيرفس تنشن. لا، هي مو بالضروره هذه، لا هي مرات شوف يعني مو فشيء اساسي، السيرفس اريا وليس السيرفس تنشن. انت ميز السيرفكتنت ذاك واحد والسيرفس اريا واحد، هي البارتيكل سايز. يعني انت شلون تقول انه المساحه السطحيه ذاك سيرفس تنشن او انترفيشال تنشن ذاك واحد، ذاك سيرفكتنت ذاك واحد هو زين السوليبيليتي. السيرفس اريا هي المساحه السطحيه، بالسيرفس تنشن شد سطحي الشده السطحي. ايه مرات هي شوف يعني مرات احنا كل ما نقلل لا تزال مرات السيرفس تنشن ما يزال، بس هي حسب بروبرتي مال الدراج. بس احنا هذا مو موضوعنا، موضوعنا انه كل ما نقلل السايز مال بارتيكل تزداد المساحه السطحيه. ماشي، مو موضوعنا انترفيس تنشن، وبالتالي تزداد السوليوبيليتي. اكيد اكيد، كل ما تزداد السيرفس اريا تزداد السوليوشن ريت، تزداد السوليوبيليتي ويزداد الابزوربشن مال الدراج. اوكي، فهي علاقه طرديه مع هذا، عفوا علاقه عكسيه، كل ما تقل يزداد هاي الامور، هي اللي هن شنو الديسوليوشن والسوليوبيليتي والابزوربشن ريت.
كل ما قلل البارتكل سايز، ونفس الوقت ايضا تزداد من وياهم تزداد هي السيرفس اريا، كل ما زاد هي زادت فيزيد البقيه اللي قلنا عليها سوليوشن والسوليويت والابسوربشن ريت والدراي. اوكي زين، البارتكل طبعا احنا كولكشن اوف بارتكل اوف مور ذان وان سايز، اكفد بروبرتي كلش مهمه. احنا اذا عندك فد مجموعه من البارتكل اكفد شغلتين كلش مهمه، الشيب مالها والسيرفس يعني الشكل مالها والسطح مالها، وايضا البارتكل سايز والسايز ديستريبيوشن. هسه نجي على السايز ديستريبيوشن والسايز اوف بارتكلز. فاحنا اذا عندك كولكشن اوف بارتكل شغلتين هي الشكل مالها والحجم مالها، يعني من خلال نعرف هذا كان تاخذ مجموعه من البارتكل نقدر نميزها من الشكل ونقدر نميزها من السايز مالها والسايز ديستريبيوشن. السايز ديستريبيوشن ساجي اشرح لكم اياه. فنجي على بارتكل سايز. البارتكل سايز طبعا اذا كان سفيريكال بارتكل سايز شكل هي سفيريكال، كان اكسبرس ان تيرم اوف دايمتر، حددها على شكل القطر مالها. فاربع شغلات للدايمتر هي السيرفس دايمتر والفوليوم دايمتر والبروجكت دايمتر والستوكس دايمتر. فالسيرفس دايمتر اللي هي الدايمتر اوف سفيريكال بارتكل هاف ذا سيم ذا سيرفس اريا، انه المساحه السطحيه للبارتكل الدايمتر للسفيريكال بارتكل اللي هي اللي عندها نفس المساحه السطحيه للبارتكل، والفوليوم ايضا هي دايمتر اوف سفيريكال بارتكل عندها نفس الفوليوم الحجم. البروجكتد هو البروجكت يقصد به هي الشكل الابزوربد اريا المنظور مالها المساحه المنظوره مالها اوف ذا بارتكل، يعني هي البارتكل او الدايمتر اوف سفيريكال بارتكل هاف ذا سيم اوبزيرفد اس ذا بارتكل. واخر شيء الستوك دايمتر، هاي بس مجرد للتعاريف، هي الدايمتر describe the equivalent spherical undergoing the sedimentation rate at the same rate. يعني هي اللي البارتكل والسفيريكال بارتكل لها sedimentation rate نفس الـ، يعني شنو هالsedimentation؟ هي يعني الترسب او الترسبيه مالته تكون متساويه متشابهه، يعني بارتكل هي نفس الحجم، عفوا هي نفس الدايمتر مالها هي السفيريكال بارتكل اللي يحصل لها sedimentation ترسب نفس السرعه. ايش وقت يحصل هذا الترسب نفس السرعه؟ عندما يكون السايز مال بارتكل تقريبا متشابه او الدنسيتي ما تكون متشابهه، بحيث انه السيديمنتيشن ريت ما تكون متشابه، يعني كل ما يكون يعني اذا كان عندك كل ما تكون الدنسيتي عاليه او السمول بارتكل سايز كبيره السيديمنتيشن ريت يكون عالي، كل ما تكون السمول بارتكل والدنسيتي قليله السيديمنتيشن ريت ما تكون قليل. فهي هذه اللي الجروبات مال بارتكل اللي هي عندها نفس الرينج اللي هي السيم ريت اوف سيديمنتيشن ريت، يعني اذا كان عندك جروب لارج بارتكل ودنسيتي عالي معناته السيديمنتيشن ريت ما تكون عالي، اذا كان عندك سمول بارتكل والدنسيتي مالته قليل يكون السيديمنتيشن ريت. فهي كانما يقسمها، فهي الدايمتر اللي يحددنا هي السيرفس اريا والفوليوم اريا، نقسم لنا هذا الدايمتر اذا عن طريق السيرفس عن طريق الشكل مالها عن طريق الحجم مالها عن طريق الابوزيرفد اريا البروجكتد اللي يظهر الصدمه المساحه اللي تنشاف بالعين، واخر شيء الستوك دايمتر اللي ستوك دايمتر هي الدايمتر السبارتكل اللي احدى نفس الريت مال سيدمنتيشن ريت او سيدمنتيشن ريت. اوكي اوف اسيمتريكال بارتكل الجزيئات المختلفه او غير متشابهه. هاي بس مجرد للتوضيح. طبعا هنا البارتكل سايز عده احجام، او هي تبدي اللي السمول بارتكل دايمنشن مال ديسبيرس سيستم والدايمتر مالها، اذا هنا عندك بالمايكرومتريك وهنا بالمليمتر وهنا السيف عندك الاكزامبل. طبعا المليمتر 1 مليمتر هي معروف عنها يساوي 1000 مايكرومتر، 1 مليمتر هي 1000 مايكرومتر. فاذا عندك يعني تقدر تاخذ هذا السايز، يعني عندك نص الى 10 بالمايكرومتر دايمتر، دائما تلقاه هذا موجود بالسسبنشن معلقات والايمالشن اللي يكون فاين ايمالشن اللي يكون كلش دقيقه وصغيره، بحيث انه هذا السايز قريب الى منو؟ قريب النانو، يعني اذا اكثر اقل يعني من يدخل 0.5 تقريبا هو داخل للنانو سايز، يعني نانو متر دايمتر. اوكي فهذا قريب بحيث السايز مالته كلش صغير للمايكرومتر الموجود بالسسبنشن موجود بالايمالشن.
اذا زيدنا السايز مال البارتيكل من 10 الى 50 بالمايكرومتر ان دايمتر، دائما هذا موجود، هي الابر سي ابر ليميتد اوف سب سي رينج، اللي هي اللي تشمل الكورس ايمالشن، اللي الايمالشن تكون الهوبيات ما تكون كورس كبيره زين، والفلكتشوليتد سسبنشن ايضا معلقات، انه هذا الـ يكون البارتيكل سايز شوي يكون اكبر من السسبنشن الاعتياديه هذا السايز. طبعا السيف هسه اجي اشترككم عليه، هو السيف المنغول، يعني بحيث انه اكو ابر ليميتد واكو لور ليميتد. الابر ليميتد هو من 10 الى 50، واللور ليميتد هو من 50 الى 100. هذا السيف هو المنخل، يعني فتحات مالته، يعني هو هسه اجي اشرح لكم اياه او اشوفكم الصوره مالته، كانما هذا المنخل هذا عنده عده موجود ب الاستكات او ستاك، هذا الستاك مالته. طبعا كل واحد هذا يبدي من هنا، مثلا يكون الحجم مالته الاوبننج مالته الفتحات تكون كبيره، بعدين شويه تصغر الى انشي اخر شيء يكون الفتحات الصغيره تكون كل صغيره. انت من تخليه هنا فعلا عندك مجموعه من الحبيبات او مجموعه من البارتكل او باودر، نخليه هنا بهذا السيف البدايه، واوقف الحركه الميكانيكيه مالته كانما ترجك، كانما هو منخل، هو نفسه منخل. اوكي، فاكو به هنا المنخل يكون حجمه، يكون حجم مالته الفتحات تكون كبيره، وبعدين تقلل الفتحات كل ما ينزل لي جوا. فاذا تخلي هنا مجموعه من الباودر ومجموعه البارتكل واوقف حركه هنا شيكن مالته او حركه ميكانيكيه، راح يبدي يتساقط او ينزل الباودر. فاذا حجم البارتكل كبيره تصيب على كل واحد منخل، فهي على اساسها يحدد لنا سايز اوف بارتكل. هسه انا جاي اشرح لكم عليها هالطرق اللي من خلالها نعرف السايز اوف بارتكل. فبهذا السايز هي اكو ابر ليميتد واكو لور ليميتد اوف ذا بارتكل سايز. ايضا هنا عندك ذا 150 ل 1000 مايكرومتر ان دايمتر، هذا يعتبرونه هي الباودر، يسمونه كورس باودر، حيث يكون خشن الجزيئات الخشنه او الباودر يكون خشن. من اكبر من 1000، من اكبر من 1000 هذا نعتبره يتحول الى جرانيول، الجزيئات الحبيبيه حبيبات. من 1000 الى 3360 مثلا او اكثر، هذا يعتبر الافرج جرانيول سايز، بحيث انه يعني قرنا باودر تحول الى جرانيول، يعني من يوصل لحد ال 1000 مايكرومتر ان دايمتر هذا يعتبر باودر، فرماته مختلف باختلاف سايز بارتكل. من قرنا الف يتحول هذا الباودر الى جرانيول، الجزيئات معروفه ان الجزيئات الحبيبيه يكون شكلها كبير مقارن بالباودر. اوكي، فهنا يكون عن طريق هذه التقسيمات الدايمنشن اوف بارتكل نحدد ان اللي كذا كان باودر، عندك كورس باودر اوكي اور فاين باودر، او انه كان جرانيول. نجي على سايز ديستريبيوشن او ديستريبيوشن اوف بارتكل سايز. ديستريبيوشن اوف بارتكل سايز عندك فد عندك وين ا نمبر اور ويت اوف بارتكل لاينج ويذن ذا سيرتن سايز رينج از بلوتد اجينست سايز رينج اور مين بارتكل سايز سو كول ذا فريكوانسي ديستريبيوشن كيرف از اوبتين. This is important because it's possible to have the two sample with the same diameter, average diameter, but different distribution method. هنا هنا يعني هنا الفريكوانسي، هنا الفريكوانسي، يعني انت اذا عندك في تاخذ سامبل كبيره من الباودر وعنده احجام مختلفه، اوكي عنده احجام مختلفه، فمثلا هنا اذا كان من نجي نقيس هنا على مود ديستريبيوشن مال الباودر يكون منيح، مثلا هنا كانما يبدي السايز مالته يبدي من 0.7 او 0.7 الى 3.7 3 الى 0.7، فحجم البارتكل يكون بين هذا الجزيئه. اوكي، الفريكوانسي شنو؟ انه مثلا كم جزيئه موجوده، كم جزيئه بال 0.4 او 7.4. اوكي، مثلا هنا مثلا تفد اثنين مرتين او ثلاث مرات كرره الفريكوانسي. السايز ذاك عندك 1.2، كم جزيئه او كم حبيبه موجود بها، مثلا 10 مرات كرره كمثال. ايضا 1.7 فيزداد اعلى نسبه من الباودر ويكون السايز مالها يكون كبير، هي مثلا 2.2 اللي يكون كميته مثلا ب 50 مره تكرر او 50 جزيئه. اوكي، فعلى هذا يسمونه السايز ديستريبيوشن. السايز ديستريبيوشن يبدي من اقل حجم الى اكبر حجم، ومن ضمن خلاله ممكن نحدد الفريكوانسي. الفريكوانسي شنو هي؟ كم جزيئه او كم حبيبه موجود ضمن هذا الحجم او ضمن هذا الليمتد
ماس سايز اوف بارتكل. يعني اذا عندك مثلا 0.4 كم مره متكرر؟ مرتين، ثلاث مرات، اربع مرات. 1.7 نفس الحاله، مثلا 20 مره تكرر. اوكي، فعن طريق هذا نقدر نسوي نفت فيجر، نخلي الفريكوانسي وهنا نخلي البارتكل سايز ديستريبيوشن او سايز اوف بارتكل. اوكي، اوكي دكتور، بس مجرد انه نحدد السايز ديستريبيوشن مالته. هذا الديستريبيوشن مال البارتكل يعني هي لا، فالجزيئات لا عشوائيه، يعني تاخذ كانما تاخذ اصغر حبيبه واكبر حبيبه. زين، فيعني مثلا هذا اصغر حبيبه 0.7 وهنا اكبر حبيبه او اكبر باودر فت بارتكل هي 3.7، ونبدا نقيس الجزيئات الاخرى اللي بيناتهم. فنقول هذا الليمتد او السايز ديستريبيوشن يبدا مثلا من 0.7 الى 3.7، هذا الليمتد او السايز ديستريبيوشن بارتكل. اوكي، فبس مجرد انه نحدد انه هذا الباودر يكون حجم الجزيئات بين هذا الحجم الى هذا الحجم، ونعرف انه يا حجم بي يكون كميته اكثر من ضمن هذا الباودر. دكتور، نعم، يعني فريكوينسي دائما يكون اعلى شيء بال 2.2؟ شلون؟ لا لا، مو شرط هذا، لا على، يعني هذا شيء مثال، يعني هذا لا على التعيين، لا على التعيين، كانما اخذت بت باودر وانت قسته وشوف طلع لك هذا الحجم، يعني ثابت هذا الشيء. مو ثابت. نعم. هذا الشيء. نعم دكتور، يعني قصدك مثلا الجزيئة اللي حجمها 2.2 منها 50 جزيئة، والجزيئة مثلا اللي هي 0.7 مثلا 5 جزيئات او 4. بالضبط. طيب، بس انت هذا يعني ما له علاقة، هذا كمثال انت اخذت، يعني كان ما ايش الباودر اخذت من عنده وقست الجزيئات الكبيرة والجزيئات الصغيرة، او تقيس هي الباودر كل الجزيئات، بس ايش شيء صعب كلش، لازم في الجهاز انه هذا راح يقسم لك اياه. ودي 3.7 يعني بلال، مو بلال؟ ايه نعم دكتور، هذا 3.7 ما له علاقة، ها كأنما أكبر حجم موجود بالسامبر اللي أنت أخذتها، وصفر يعني 7 يعني دكتور هاي الأرقام حجم الجزيئة اللي طلعت إيه؟ بالبايدر حجم الجزيئة، حجم الجزيئة هي. نعم نعم، هنا مكتوب بارتكل سايز بالمايكروميتر دايميتر، مكتوب عليها هي حجم الجزيئة مالها. تمام دكتور، تمام. اي، فهذا كان لما مو يعني هذا شيء ثابت، هذا مو فشيء ثابت، انه انت اخذت فشيء لا على التعيين وطلع لك هذا الحجم، اصغر حجم واكبر حجم والقاس هذا الجزئيات عامه، كيف جزء قد واصغر جزء، يعني اكبر جزيء اكبرها واصغر جزيء اكبر قد الجزء البقية والجزيئات البقية اللي تكرر بين، يعني كل اكبر جزيء وحده بين هي بوينت، هي لا على التعيين انت من اخذت هذا الشيء او هذه الباودر، بس نريد ان هذا تحدد من الصوت واضح لو بس دكتوري الصوت يقطع دكتور، شلون دكتور؟ هسه واضح؟ هسه تمام. ايه واضح دكتور. ما اعرف هي بعد هي مشكلة هذا النت عاد. عاد تعيد الكير؟ ما افتهمت والله. عيني هذا الكير انت اخذت، هسه الصوت واضح؟ اي واضح. واضح دكتور. ترى هو موجود تسجيل في الاحوال، راح يرجع اذا تقرون ترجعون على التسجيل تشوفون هذا الشيء. انت اخذت فت سامبل يعني فت شيء لا على التعيين، وهذا مود تحدد اساس الديستريبيوشن مالته، فتخيل او انه انت تقدر تقيسه، فتقيس كانما جزيئه جزيئه، فشفت من هذا الباودر ومن هذا السامبل انه مثلا اصغر حجم بها كان 0.7 واكبر حجم ايش قد كان 3.7، فشوف ال 0.7 كم وحده مثلا جزيئه اللي لقيناه، ال 1.3 مثلا لقينا 10 جزيئات، 2.3 2.2 عفوا لقينا من عنده 50 مره تكرر، اوكي؟ و3 بوينت مثلا 7 لقينا 5 تكرر. فمن خلال انه نقدر نرسم فت فيجر نحدد اصغر جزيئه واكبر جزيئه واكثر جزيئه متكرره من هذا السامبل. كانما هو هذا الفريكونسي، هذا انت الفريكونسي هي شنو؟ كم عدد الجزيئه اللي انت موجوده؟
دكتور يعني هذا الكير يمثل اكثر عدد جزيئات مثل 2.2 حجم الجزيئه 2.2 اكثر شيء طلع بالباودر بالضبط اكثر شيء هي موجوده بالسامبل تمام واقل دكتور. واحد بين هذا من هذا السامبل هي 0.7 عافيه عاشت ايدك هو هذا المقصود انه من خلاله نعرف انه اصغر جزيئه ايش كبرها واكبر جزيئه ايش كبرها ونعرف من خلاله اكثر جزء اكثر حجم بالسامبل مالته موجود متكرر بهذه السامبل اللي انت سحبتها واللي اخذتها مفهوم؟ تمام دكتور واضح واضح دكتور زين فمن خلاله نعرف انه قلنا اصغر حجم واكبر حجم ونعرف اكثر جزيئات المكربه الموجوده بالسامبل نجعل الميثود اللي هي مسؤوله for determine or determining of the particle size. عندك عدة طرق لحدد الـ particle size. أضبطها وأحسنها هي الـ optical microscope. الـ optical microscope إنه إلى قابلية يقيس الجزيئات الصغيرة. الـ size مالها 0.2 إلى 100 micrometer in diameter. طبعاً هذا يخليها بالمايكروميتر أو المايكروسكوب عفواً. ونبدي نقيس البارتكلز فهو راح يقيس الحجم مالها طبعا هذا دائما هو يقيسون اللي هي سمول بارتكل اللي قلنا عليها السسبنشن والامالشن اور فاين امالشن فاين امالشن سسبنشن والامالشن يكون بارتكل سايز ما يكون كلش قليله ممكن من خلال حدد الجزيئات الموجوده بالامالشن والسسبنشن هذا الجهاز معروف عنه موجود بالمختبر عندكم الميكروسكوب هو اللي يحدد البارتكل سايز طبعا شوي له قابليه نحدد من 0.2 الى 100 مايكرومتر عند دايمتر زين الثاني اللي حشيتكم عليه السيف هو المنخل يعني هو المنخل اقول له قبل شوي اللي حشيتكم عليه طبعا له قابليه انه يقيس من 40 مايكرومتر عند دايمتر الى 9500 مايكرومتر عند دايمتر فكلش عالي الى رينج يعني بحيث انه من خلاله نقسم يعني انت مثلا تاخذ سامبل كبيره وتخليها بالاهنا بالابر بالابر هنايا ونبدي هذا شغل الجهاز وهذا الجزء اللي في حركه ارتجاجيه كانما هز فتبدي الجزيئات تتساقط الحجم الصغير اللي ممكن يعني طبعا هذا خم منخل هذا المنخل كانما هذا الجزيئات الكبيره فتحات العلويه موجوده علويه يكون فتحات مالته كبيره وبالنزول كل ما ينزل الفتحات تصغر وتصغر الى ان يصغر لفتحات كل صغيره طبعا الى كل واحد له حجم يعني مثلا هذا تلقى هذا الباودر يم هذا يعني اخر شيء مثلا حجم مالته كانما 40 مايكرومتر دايمتر فمن نلقى هذا الباودر معناته نقول هذا الباودر حجمه ايش قد 40 مايكرومتر والفوق مثلا كمثال 100 مايكرومتر دايمتر والاخر مثلا 200 مايكرومتر فمن نلقى باودر يعني كانما هو يعزل او سيبريشن اوف بارتيكل اكوردنج تو ذا سايز اكوردنج تو ذا سايز فنخليها الجزيئات الكبيره راح تلقاها فوق وجزيئات الحجم الاصغر تلقاها دائما اللي جوا اوكي انتم شايفين هذا المنخل اللي موجود يعني حتى ما اعرف هسه مشكله قبل كان موجود هذا الشيء بحالات انه اللي اهلنا من يعجن ينخل غربال الطحين غربال الطحين دكتور بالضبط الطحين نفسه لكن هو شنو هي فتحات مالته تكون مختلفه طبعا هذا موجود عندنا اذا فراس موجود ويانا ابو عبد الله بالمختبر هذا موجود عندنا السيف بالفتحات الكبيره والفتحات الصغيره زين فهذا موجود عندنا بالمختبر هذا السيف اللي من خلاله ممكن نحدد بارتيكل سايز اوكي هذا السيف المنخل زين هذا الطريقه الثانيه لحساب البارتيكل سايز الطريقه الاخرى والطريقه الثالثه هي السيديمنتيشن طبعا السيديمنتيشن ريت ما يكون اقل شويه يعني 0.08 الى 300 مايكرومتر دايمتر طبعا هذه هي هاي بقى بقى ميزرنج تيرمينال سيتلينج فيلوسيتي اوف ذا بارتيكلز ثرو ذا ليكويد ميديوم ان ا جرافيشنال سنترفيوجال انفايرمنتال يوز هي الجهاز الاندرسون اباراتس طبعا هذا السيديمنتيشن ريت كانما هي هذا شلون نقيس يعني انت تاخذ جزيئات من البارتيكل ومجموعه من البارتيكل وتدخلها في فاكيوم او في يعني جهاز وهذا الجهاز يضخها يعني يدفعها قوه وراح يتطشر هذا الباودر فعن طريق السيديمنتيشن او الترسب مالته كل ما تكون الجزيئات كبيره يكون الترسب مالها يكون اسرع كل ما تكون الجزيئات دقيقه تبقى معلقه بالجو يعني انت شلون كانما غبار
فيحتاج لفترة طويلة إلى أن يصير سيدمنتيشن. كل ما يتأخر بالسيدمنتيشن ريت مال هذا البارتكل معناته البارتكل سايز مالته شنو صغيرة. أما إذا كان السيدمنتيشن ريت مالته يكون سريع معناته شنو هنا يكون معناته البارتكل سايز يكون كبيرة معناته البارتكل سايز. فعن طريق هذا إنه هذا الجهاز هو هذا الجهاز يعني يحسب بهذا الوقت يعني يكون هذا الجزيئات هذا الحجم يعني مثلا خلال اول دقيقه مثلا اذا ترسب معناته حجم هذا يكون متراوح مثلا كمثال من 100 الى 200 مايكرومتر ان دايمتر. اما اذا تاخر اكثر مثلا من ربع ساعه او نص ساعه معناته البارتكل سايز ممكن هي 1 مايكرومتر ان دايمتر. ليش؟ لان هذه الجزيئات تبقى معلقه بالجو فيحتاج لفتره طويله الى ان تترسب كانما هو الغبار. يعني انت أول الجزيئات اللي تكون حبيباتها كبيرة تنزل بسرعة، والجزيئات اللي تكون حجمها أصغر تبقى معلقة فترة طويلة بالجو، فيحتاج فترة أطول على مود يسويها سيديمنتيشن أو تترسب، أوكي؟ فعن طريق هذا اللي الوقت أو طريق إنه السرعة مالها سرعة السيديمنتيشن ريت مالها يكون نحدد بارتكل سايز. تمام دكتور، يعني قد ما كانت البارتكل سايز أكبر السيديمنتيشن أسرع. اي اكيد، يعني هي كل ما تكون اكبر السيديمنتيشن يكون على، كل ما تكون اقل هي تبقى في السسبندد يعني معلقه وتبقى شلون بتجي فتره اطول الى ان يصير بها سيديمنتيشن. اوكي، هذا الجهاز الثالث او الطريقه الثالثه. الاخر شيء هي البارتكل فوليوم ميجرمنت، طبعا هذا ايضا يقيس البارتكل 0.5 الى 300 مايكرومتر ان دايمتر. هذا شنو الجهاز؟ طبعا هذا جهاز خلي الباودر وين سسبندد بالالكترونيك سوليوشن، يعني نقضب الباودر ونمزجه مع السوليوشن، هذا الالكترونيك سوليوشن، بعدين هذا يصير معلق. اوكي، فهذا السسبنشن زين كان بي فلو ثرو ذا شورت انساتلت كابيلاري سكشن، نخليه فت جزيئه او فت فتحات وبيناتهم تو الكترود، يعني جزيئه موجه وجزيئه سالبه، ويقيس الريزيستنس اوف بارتكل. سو when particle pass through the capillary tube there is momentary peak and the resistance. So amplitude of peak is proportion to particle size. طبعا هذا يعني كانما هذا هالشكل الجهاز تاخذ الجزيئات وتخبطها بالالكترونيك سوليوشن وراح يبدي تعبر الجزيئات خلال هالفتحات، هذا يسمونها الكابيلاري. طبعا هذا الجزء موجب والجزء سالب، فيقيس شلون نقول البيك مالها. كل ما تكون حجم البارتكل كبيره البيك يكون اعلى، كل ما يكون البارتكل شويه اقل البيك اقل. طبعا هو هذا ايضا جهاز فيقيس عن طريقه يقيس البارتكل ساس، فتعبر الجزيئات من خلال هذا هاي الفتحات او هاي الكابيلاري. اوكي، فهذا الجهاز يبدي يقيس. طبعا لازم بالبدايه شو يسوي؟ ناخذ الباودر ونخليه بالالكترون سولوشن، نخليه بالالكترون سوليوشن بعدين ننطيه للجهاز. المفروض انه السوليوشن المستخدم ما يذوب لنا هذه الجزيئات. ليش؟ لان اذا ذابت معناته البارتكل سايز راح تزداد وتتغير. نخليه بسوليوشن وهذا السوليوشن مو يذوب هذه الجزيئات، بعدين تنطيه فد قوه طاقه يعني فد شيء دفعه فيعبر من خلال هذا الكابيلاري هاي الفتحه، من يعبر من خلال الفتحه كانما هناك فتح حساسات يقيس لنا البارتكل سايز. كل ما تكون البارتكل سايز كبيره يكون البيك مالها يكون اعلى، كل ما يكون البارتكل سايز اقل البيك مالها يكون اقل. طبعا هذا هو جهاز ايضا يحسب عدد الجزيئات. هو هذا كله كمبيوترايز، يعني هذا الشيء جهاز هو اللي يقيس هذا الشيء. اوكي، فهذا يسمونه بارتكل فوليوم ميجرمنت. فعندك اربع انواع: الاوبتيكال مايكروسكوب، والثاني هو السيف المنخل، والثالث هو السيديمنتيشن ريت، واخر شيء هي البارتكل فوليوم ميجرمنت. ايهما ادق من ذن الاجهزه الاربعه لقياس البارتكل ساز؟ ايهما تتوقع؟ يا جهاز اضبط بيهن لقياس البارتكل ساز من ذن الاربعه اللي هو الاوبتيكال مايكروسكوب، والثاني هي السيف، والثالث سيديمنتيشن، والبارتكل فوليوم ميجرمنت. يا هم اللي تتوقع او تتوقعون نكون اخر واحد البارتكل فوليوم ميجرمنت. البارتكل فوليوم ميجرمنت ممكن دقيق، وبعد من عندك الان الدقيق اكثر دقه. اوكي،
يعني هذا يحسب جزيئة جزيئة، والثاني هذا الميكروسكوب اوبتيكال ميكروسكوب في كل اساس. السي ممكن يقيس لكن يقيس في رينج يعني مو في شيء ثابت، يعني ما يقول لك مثلا هذه الجزيئة حجمها قد، لا السي يعني ياخذ الجزيئات مثلا من 50 الى 100 يعني الحجمات يكون بالمايكروسكوب لا هو يعطيك الحجم الحقيقي. وهذا الجهاز الاخر شيء هي الفوليوم ميجرمنت، هذا الجهاز ايضا يقيس الجزيئات او عفوا الجزيئات اللي تعبر من خلال الجهاز ويحسب عدد الجزيئات ويحسب الفوليوم مال الجزيئات الموجوده به. زين فهذه اربع ميثود فور ميجرمنت اوف بارتيكل سايز. نجي على موضوع اخر هو الدنسيتي. الدنسيتي معروف عنه هو شنو هو؟ ويت بير فوليوم، ويت بير فوليوم، ويت بير فوليوم. الكثافه هي الحجم على الوزن، هو الحجم على الوزن. شلون نقيس الدنسيتي؟ الوزن على الحجم. الوزن على الحجم. فديوني ذا تابينج ذا بارتيكل جراجولي باك مور افيشنتلي ان باودر فوليوم ديكريز ان ذا تاب دنسيتي از انكريز. شنو التابينج؟ يعني كانما انت تاخذ باودر اوكي وتخليه في السلندر، تخليه في السلندر. هذا السلندر بالبدايه طبعا هي نوعين، هي اما ترو دنسيتي او هنا تاب دنسيتي نفسه، ترو دنسيتي او تاب دنسيتي والباك دنسيتي. قياس الباك دنسيتي وقياس الترو دنسيتي، انت مثلا تاخذ لك فد باودر حجم الباودر مثلا 50 غرام، 50 غرام وخلينا بسلندر بالبدايه، خلينا 50 غرام وخلينا سلندر، تعرفون السلندر مدرجات بها. فنقيس الفوليوم مالها ايش قد مثلا، فهي 50 غرام وخليناها بالسلندر مثلا وطلع على 50. هنا ايش قد الدنسيتي راح تكون؟ نقول الدنسيتي هي الوزن على الحجم، فهي وزنها ايش قد؟ 50، وخليناها بالسلندر قسناها ايش قد طلعت؟ 50 هم واحد. فايش قد طلع هنا الدنسيتي ايش قد؟ واحد. واحد. طبعا هذا اللي خلينا الباودر دايركتلي. هذا شيء يسمونه، هذا يسمونه بارك دنسيتي. هنا البارك دنسيتي، شنو البارك دنسيتي؟ انه دنسيتي لكن الباودر ما صار بي دك يعني زين. فهذا يسمونه البارك دنسيتي. الترو دنسيتي، الترو دنسيتي او تاب دنسيتي شلون يصير؟ يعني احنا مو خليناه بالسلندر، هو ايش قد وزنه؟ قلنا بالبدايه 50، خليناه بالسلندر 50 الفوليوم. ابدي شو اسوي حتى اطلع الترو دنسيتي او تاب دنسيتي؟ انه ادكه اكل، طبعا هي اما مانيوال بيدك او اكو جهاز. فانه هذا الجهاز راح يدك الفوليوم، يعني كانما راح يعني يكبس هذا الباودر مرور الوقت، كل ما يكون التاب يعني الحركه مالت التابنج تكون يعني طويله راح ينزل الفوليوم، راح يشيقل، راح يقل الفوليوم، صح لو مو صح؟ كانما دكيته، يعني انت اول ما خليته يكون، اول ما خليته يكون الباودر مثلا 50، من دكيته نزل الى 40، نزل 40. فش اقول هنا؟ اقول الويت حتى اطلع الترو دنسيتي مالتك او التاب دنسيتي هي نفس يسمونها، اقول الويت ايش قد هو؟ 50. بنسوي له تابنج ايش قد او ترو دنسيتي ايش قد طلع؟ 40. فنقسم، يعني شلون نقول؟ نقسم 50 على 40، فيقول 50 تقسيم 40 ايش قد يطلع لك هنايا؟ تطلع لك 1.2 تقريبا، 1.2. فالدرو دنسيتي هنا ايش قد يكون؟ هنا ايش قد؟ صارت 2. فالفرق بيناتهم الترو دنسيتي من الباك دنسيتي انه الباك دنسيتي اكو فتحات بين الجزيئات، اكو فتحات بين الجزيئات، اكو جاب، اكو فتحات، يعني انت ما مدكوك او ما نازل او ما كابس، هذا بالباك دنسيتي. بالترو دنسيتي هي انه ماكو اي فتحات او ماكو اي بور، اوكي ماكو اي بور فتحات بين الجزيئات، الفرق بيناتهم مفهوم؟ دكتور نعم نعم مثلا دكتور بالباك دنسيتي دائما واحد. ها دكتور الباك دنسيتي دائما واحد يكون؟ لا 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 مو شرط، مو شرط بالباك دنسيتي، مو شرط الباك دنسيتي واحد، مرات تطلع 2 3 4 حسب انت الفوليوم اللي عفوا هذا الحجم اللي انت ماخذه وايش قد طلع لك بالفوليوم مالته، يعني مو ثابت يعني ما له علاقه. انا اعطيتك مثال بسرعه، دائما يساوي الوزن. ها
ها؟ الحجم دائما يساوي الوزن. قصدي الحجم دائما يساوي الوزن. بلال ثابت. ما لا ماكو هيجي، ماكو هيجي هذا الشيء. يعني انا اخذت صدفه لا على التأيين 50 غرام وحطيته بالسلين طلع لي 50 مل، ممكن يطلع لي 10 مل. ما له علاقه. حتى المعروف الفكره العامه حتى تفهم هذا الشيء، ان هي كفكره عامه انه تعرف شلون طلع الدنسيتي، تاخذ الفوليوم وتوزن على تنطيع الوزن فتطلع الدنسيتي مالتك. مفهوم؟ يعني هذا مو ثابت. انا من احكي لكم هذا الشيء يعني هيش لا على التعيين، مثلا اخذت هذا 50 وحطيناه بالسلندر طلع مثلا 50 الفوليوم. اي دكتور مثلا اخذنا 30. اي ممكن يطلع 30 ممكن يطلع 30. مو شرط، مو شرط. دكتور يعني نعم. بس الفكره ان الكيو دنسيتي تكون دائما اكبر من البولت، لان احنا دائما راح نقلل الفوليوم. اكيد بالضبط. لان درو دنسيتي معناته ماكو فتحات بين الجزيئات، يعني كانما كبس، فدائما الفوليوم يكون اقل. بالباك دنسيتي دائما يكون الفوليوم شكد يكون اعلى. فبالمحصله دائما الترو دنسيتي او التاب دنسيتي يكون اعلى بمن الباك دنسيتي. ليش؟ لأن الترو دنسيتي الفوليوم ماله يكون أقل، أما الباك دنسيتي يكون الفوليوم ماله يكون أعلى. مفهوم؟ مفهوم. يعني أنت متاخذ فت باودر معين وتخليه بالسلندر وتقيس الفوليوم، بعدين يستوي له فت حركة تاب إنه ترجه وتدكه، راح ينزل الفوليوم يكبس بحيث إنه ما يبقى أي فتحات بين الجزيئات. هنا راح قلل الفوليوم، هنا من خلال انت تعرف ايش قد خليت الوزن، تقيس الفوليوم الثاني فطلع الترو دنسيتي بالبدايه بدون اي كبس، يعني هذا اي تاب زين، اي حركه ما تكون عاديه، يعني كانما تجي وتخليه وتقيس اعتياديه، بعدين تسوي التاب تطلع الفوليوم الثاني. فمن خلال نعرف الترو دنسيتي والباد دنسيتي، دائما الباد دنسيتي يكون قيمتها اقل من ترو دنسيتي، يعني ترو دنسيتي يكون اعلى. ليش؟ ترو دنسيتي دائما يكون الفوليوم مالها يكون اقل، اما بالباد دنسيتي يكون الفوليوم مالها يكون اعلى. مفهوم؟ تمام. مفهوم طلاب؟ تمام دكتور مفهوم. يعني اذا اجيب عليه سؤال ما تعرفونه، فرق بين الترو دنسيتي والباد دنسيتي. دكتور بس نعرف انه هذيك اكبر من هاي اعلى قيمه، هذا خليه ببالك، خليه ببالك انه دائما الترو دنسيتي او التاب دنسيتي، يعني هي ترو او تاب هي نفس الشيء، يعني التاب. نعم دكتور. اما يسمونها ترو او تاب، خليه ببالك هذا الشيء. اما الترو او التاب دائما اعلى من الباك، هذا شيء ثابت. شلون نطلع الدنسيتي؟ حجم على وزن. ايش قد مثلا اعطيك مثال اقول لك وزن. أعطيك مثلاً في المثال بالفاينل، مثلاً جبت لك السؤال أقول لك إنه أخذت في الباودر مثلاً 20 غرام، خلينا بالسلندر طلع الفوليوم مالته مثلاً 30 زين، بعد سوي له التابينج شوف الوزن إيش قد صار، صار مثلاً صار 20. فأقول لك احسب لي الدنسيتي، الترو دنسيتي والباك دنسيتي، فتبدي تقول إنه نفس هذا الشيء. او شلون تعرفها؟ انه الفوليوم يكون كل ما يكون باع الفوليوم، بالفوليوم الكبير، الفوليوم الكبير مثلا هو غتان 30 اي، فمن خلال الفوليوم الكبير احسب الباد دنسيتي، والفوليوم القليل هو من خلال احسب شنو الترو دنسيتي. فشيء كلش سهل، ما بي يعني ما بي يعني اشكال، بس مجرد تاخذه تعرف الفوليوم، تعرف الوزن وتعرف الفوليوم طلع من عنده الترو دنسيتي والباك دنسيتي. تمام فاهمين؟ تمام دكتور. تمام دكتور. نجي على اخر شيء موضوع، هو الموضوع البوروسيتي. البوروسيتي هي الفتحات او التجاويف الموجوده بين الجزيئات. طبعا هي سبوز باودر اوف ذا زنك اوكسايد، سلسله زنك اوكسايد is placed in graduated cylinder and total volume is noted. هنا طبعا هنا يعتمد على الفوليوم، هنا هنا على الفوليوم، هناك density، هنا الفوليوم. نفس الشيء تقريبا، نفس الفكره مال الترو density او التاب density مع الباك density.
هنا الفوليوم هنا هذا يعتمد على الفوليوم بس مجرد فوليوم بوروستي قيسه. فالفوليوم الكيوبد هي نون باك فوليوم، يعني انت تاخذ باودر تخلي بالسلندر طلع لك بالحجم، فهذا الحجم الاول شو يعتبر؟ يعتبرونه شنو؟ بالك فوليوم. زين if the powder non porous there is no internal pore or capillary space the bulk volume powder consists of the true volume. هنا البالك فوليوم شو قلنا؟ من داخل باودر معين وتخليه بالسلندر تقيسه، هذا يسمونه ترو عفوا بالك فوليوم. بعد ما اسوي له تاب او كبس او ما يبقى فت بور بين الجزيئات شو يسمونه هذا؟ يسمونه ترو فوليوم. ترو فوليوم. ترو فوليوم. الحجم الحقيقي. يعني انت متاخذه بالبدايه وتقيسه يسمونه شو يسمونه؟ يسمونه بالك فوليوم. بعد ما اسوي له تاب واسوي له كبس شو يطلع؟ يطلع لك ترو عفوا بالك فوليوم. يعني بالبدايه هو بالك فوليوم، اسوي له كبس اسوي له ترو فوليوم. الفوليوم الموجود بين الجزيئات شلون نعرفه؟ هو اللي يسمونه فويد فوليوم. فويد فوليوم شلون نعرف هذا الفويد فوليوم؟ هنا كم فوليوم صار عندك؟ البالك فوليوم هو الفوليوم اللي بالبدايه خليناه بدون كبس، هذا يسمونه بالك فوليوم. بعد ما نكبسه راح يطلع لنا الترو فوليوم اللي ما موجود فتحات. الفويد فوليوم هي الفتحات عفوا الحجم الفارغ، الحجم الفارغ. فشو نقول هنا؟ شو نقول حتى نعرف الفويد فوليوم؟ يسوون البي شو يساوي لنا؟ الفي بي اللي هي بالك فوليوم ناقصا في في بي في بي ناقصا في بي. البالك ناقص الترو. بالضبط، حتى تطلع الحجم اللي هو يكون فارغ الفويد فوليوم، فتطلع من خلاله شو تعرف؟ الفويد فوليوم. طبعا من خلاله ممكن نعرف البوروستي مالته، البوروستي قانون البوروستي شو يساوي لنا؟ البالك ناقصا الترو على ال 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 H اللي هو نفسه الترو دينستي. الترو دينستي هنا نعطيكم مثال، نعطيكم مثال للدينستي. طبعا هنا ماخذ لك سامبل من الكالسيوم اوكسايد باودر، الترو دينستي مالته ايش قد؟ 3.2. الوزن مالته 1.31 غرام. البالك فوليوم مالته ايش قد؟ 82. بنخلوه بال100 مل بالسلندر طلع عندنا البالك فوليوم مالته. رايد الكالكوليت اوف ذا بوروسيتي، كالكوليت اوف ذا بوروسيتي. هذا عفوا هاي البوروسيتي قانونه مالته، البالك ناقصا الترو على البالك، البالك ناقصا الترو على البالك. هنا منطيك شنو؟ اول شيء منطيك ترو دينستي مالته ايش قد؟ 3.3. والوزن منطيك اياه ايش قد؟ والبالك مالته منطيك اياه ايش قد؟ هنا باع علي من نشوف البالك، من نشوف البالك معناته شنو هذا؟ دكتور هنا نعطيني كثافة وهي لازم أطلع الحجم. بالضبط، الحجم مال من؟ مال الترو دينستي. وعندك ترو دينستي أوكي، عندك ترو فوليوم. هنا لازم شو تطلع؟ إحنا عندك البالك فوليوم حتى نقعد طلع البوروسيتي. مال الترو دكتور. بالضبط إيه، حتى طلع البوروسيتي إحنا لازم نعرف البالك فوليوم اللي هو موجود نعطيك إياه، حتى لازم نعرف ان هذا البورس لازم نعرف البالك ونعرف الترو. الترو هنا ما منطقي لكن منطقي الترو دينستي منطقي الفوليوم، فمعروف هي الدينستي يساوي الوزن على الدينستي. فشو اسوي؟ اقسم كانما الفوليوم الترو فوليوم القسم، نقسم الدينستي على الوزن عفوا نقسم الوزن على الدينستي نطلع قيمه شنو هنا؟ نطلع الفوليوم. ترو دكتور حجم ال ترو فوليوم.
نعم الترو فوليوم، الترو فوليوم طلعناه. اذا تريد تعرف الفويد فوليوم بعدين تعويض مباشر، اذا ها طبعا هذا في شيء زائد ما مطلوب. اذا تعرف الفويد فوليوم تاخذ الباك وش قد منطقه 82 تنقص من الترو يطلع الفويد. احنا ما نريد هذا، هو رايد البولوسيتي مالتك، رايد البولوسيتي مالتك. فهنا البولوسيتي شلون نقيسها؟ الحقيقي ناقص الهاي على الحقيقي، البارك ناقص الحقيقي على البارك على الويت. من هنا ماكو ويت بالبولوستي بس هناك الواحد شنو؟ ها؟ بس هاي المقامة البي اتش شنو هاي؟ شنو اختصارها؟ هي نفس البلاستيك؟ لا ما اعرف، هي هنا اعتقد هي بتصور هي نفس ال هي نفس البارك، هي نفس البارك. انا هسه انتبهت لها للأمانة، بس انا اعرفها هي البارك، فهي البارك ناقصة تروح على البارك. اي دكتور واحد لان دكتور شوفوا لي كان واحد ناقص في بي على في بي على مود يعني مقسم كانما كل بطق على مقام هاي ماخذها واحد في بي على في بي واحد ناقص في بي على في بي. دكتور اذن هذه في بي مو في في اس في بي، هذا ظاهر الويب كتاب غلط هذا. هي لا في بي على في بي سوي لنا واحد في بي على في بي، انتم صلحوها ايامكم عرفوها. فبي بي هي البارك تيست البارك فوليوم عفوا ناقصا الترو فوليوم على هذا الاتش ماكو اتش هاي في بي في بي اوكي. فحتى نطلع السبوراستي مالتك فهنا تجي على هنا تعرف البارك موجود، طلعنا الترو نقول البارك ناقصا الترو على البارك فنطلع قيمه البوروستيوم بارتكل. مفهوم؟ شيء سهل كلش يعني ما بي اي تعقيد، ما بي اي تعقيد، مجرد تعرف دكتور هالموضوع جبنا اياه بالفاينل. شلون؟ اقول هالموضوع دكتور سهل، على وجه جبنا منه بالفاينل ان شاء الله. بالفاينل ماكم حضور انتم، نزلكم الجدول كنا نزلكم مو نزل الجدول اخر شيء هسه؟ نعم دكتور. يوم 8/8 امتحان، يوم 1/8 امتحاننا. اي 1/8 تمام، اي 1/8 فيزيكال فاينل شفت الجدول مضبوط. اي 7/8 عندي غير ماده انا ويا الخامس. فانتوا اي 1/8 مضبوط على الجدول مالكم. ماشي طلاب؟ فلهنا هذا البارتكل سايز ينتهي. احد عنده سؤال او استفسار على هذا الشيء؟ يعني فالشيء كلش سهل وما بي اي تعقيد وما بي اي صعوبه. طبعا المفروض نعطيكم موضوع اخر بس سبحان الله هي كان عندي دكتور يوسف التلقين انه ملكه اللحق عندكم الكولويد بس ما تصور يعني انتم الاسبوع الجاي عندكم فاينل ف راح تكون هاي اخر محاضره. ماشي طلاب حد عنده سؤال او استفسار عن مدرسه التسجيل؟ المثال الاخيري ما افتهم شلون يعني؟ المثال الاخيري بس خلاص سد التسجيل مال مال اخر مثال. اي تمام تمام راجع لك. سد التسجيل عن مال عن ليس الحمل اكبر يعني هذا راح نزله بالجروب. يعني هنا منطيك ترو دنسيتي ومنطيك وزن ومنطيك بالك فوليوم ورايح تحسب شنو؟ رايح تحسب البوروستي. البوروستي حتى تحسبها لازم تعرف البالك فوليوم وتعرف الترو فوليوم. البالك فوليوم منطيك هو موجود بالمثال اللي هو 82، باقي من عندك؟ باقي عندك الترو فوليوم. الترو فوليوم منين طلعه؟ عن طريق الترو دنسيتي مع الوزن. احنا معروف ان الدنسيتي يساوي ان الوزن على الحجم، الوزن على الحجم. فالترو دنسيتي هنا معناته شنو؟ الوزن على ترو فوليوم. من خلال نطلع ترو فوليوم، فشو نقول؟ الترو دنسيتي معروفه والوزن معروف، ممكن من خلاله نعرف الترو فوليوم. فاخذ قسم الوزن على الدنسيتي طلع لنا الفوليوم اللي هو هذا 41 اللي يعتبر هو شنو؟ الترو فوليوم، الترو فوليوم، اوكي؟ فصار عندك الباك معروف والترو فوليوم معروف، فبجلس مجرد اطبق هاي المعادله اللي يساوي لنا البالك الفوليوم مال الباك ناقصا على الترو على البالك. فالباك هو ايش قد موجود من هذا 82 ناقصا 41 اللي احنا طلعناه على 82
فتطلع قيمة البوروستي، تطلع قيمة البوروستي. ماشي؟ واضح. الشيء سهل ما بي أي تعقيد. أحد عنده سؤال؟ نعم. دكتور الوزن يعني يبقى ثابت سواء انترو ولا بولك مو؟ إيه أكيد، وأنت تاخذ يعني كأنه ما ماخذ وزن ثابت، شو راح يتغير؟ ما راح يتغير، هو نفس الوزن. يعني من تقيسه مرة بالترو ومرة تقيسه بالباك. يبقى ثابت أكيد. أحد عنده سؤال طلاب؟ عفوا دكتور. دكتور التسجيل موجود، التسجيل. إيه موجود أكيد مسؤول. دكتور دكتور لحد الان ما مطفي التسجيل. انا التسجيل مال هسه راح اطفيه، مال هذه يعني مسجلاني عندي بالباند كام. ها نعم بنيتي سري. دكتور بالنسبه للملازم السابقه عندنا هوايه بها قوانين بس ما